الحين في الفترة هذه لا أنا ما أوقع، لو كان قبل المباراة بعد قبل الفترة التوقف أنا كنت مع إقالته، لكن في الفترة هذه لا أنا خليه يكمل إلى ما يكون في فترة توقف كبيرة وفي مساحة لأي مدرب يجي، لأنه صعب إنه يجيب مدرب دحين في وسط المباريات إنه حيغير سير عبال ما يتعرف على اللاعبين، عبال ما يبدأ اللاعبين يتعرفوا على نهج المدرب حياخذ وقت، فحيكون في خسائر كبير. لكن انا زي ما مع استمرار المدرب الى يكون في فتره توقف في مجال ان اقدر اجيب مدرب، والشغل من الان هذه مشكلتنا احنا اتخاذات القرارات حسب نتيجه المباراه او مبارتين. انا شايف المدرب هذا معايا من بدايه الموسم، شايف اعداده يمكن مرتين عدينا الفريق، فهل المدرب هذا يرضي طموحي انا وشايف عمله من خلال التمارين ومن خلال المباريات، هل المدرب هذا حيستمر معايا ولا ما حيستمر؟ انت ايش تقول؟ انت ايش تقول يا كابتن؟ ما في ايجابيه من استمراره، كان مفروض من بدري لك العمل في الاتحاد اقنعك المدرب من خلال العمل في انا اقول لك انا لو كنت انا اتكلم, لو أنا أتكلم أنا لو عن العمل الفني لو كان داخل بيد القرار، أنا لو كان في يدي القرار كان من بعد أول توقف أنا كان مشيت المدرب، لأنه صراحة لا تدخلاته في المباريات، لا المستوى الثبات على المستوى في الفريق، التغيرات اللي احنا شايفينها في الفريق بشكل مستمر ما في استقرار، حتى علاقته مع اللاعبين شوفنا احنا بعض الأحيان بدأت صارت في توتر، ما في استقرار، ما في رؤية فنية بالنسبة للاعبين ولا حتى المستوى اللي بيقدم اللاعبين، شخصية المدرب تبان من مستوى الفريق والالتزام التكتيكي والانضباط التكتيكي في الفريق. احنا شفنا المباراة الاتحاد برز بس في مباراة واحدة اللي هي مباراة الهلال، لأنه كانت عليها صخب إعلامي وصخب جماهيري وكل لاعب يبغى يلعب في مباراة هذه ويعطي أقصى ما عنده، لكن لو تيجي على المباراة الثانية الاتحاد بيفوز فيها بشق الأنفس وبشق الروح وما بيقدم مستوى فيها ولا متوسط.